وعندما وصلت مرحلة علاقات الملك عبد العزيز الدولية إلى التواصل مع الدول العظمى ذات النفوذ في المنطقة لحماية الدولة السعودية الناشئة، كانت بريطانيا على رأس هذه الدول التي أرسل الملك عبد العزيز مبعوثه الأمير أحمد بن ثنيان للتفاوض معها في جزيرة دارين في الأراضي السعودية على ضفاف الخليج العربي، والتي تمكن الملك عبد العزيز من توقيع اتفاقية مع بريطانيا اعترفت فيها بريطانيا بجهود الملك عبد العزيز لبناء الدولة السعودية، وضمنت عدم التأثير على مصالحها في المناطق التي هي خارج حدود الدولة السعودية. في سنة 1333 للهجرة أسفرت المفاوضات الطويلة والمعقدة بين الطرفين إلى توقيع معاهدة دارين، والتي اعترفت بموجبها بريطانيا بحكم الملك عبد العزيز. وقد أسهم الأمير أحمد بن ثنيان بتوجيه ومتابعة من الملك، وقد برع ابن ثنيان في المفاوضات بتوجيه الملك عبد العزيز. معاهدة دارين في العام 1333 للهجرة، وهذه من المعاهدات المهمة جدا التي بدأ فيها الملك عبد العزيز الاتصال الفعلي مع القوة البريطانية، وقد كان من مهندسي هذه المعاهدة، معاهدة دارين أو التي تسمى معاهدة القطيف، الأمير أحمد بن ثنيان. نصت معاهدة دارين على اعتراف الحكومة البريطانية بأن مناطق نجد والأحساء والقطيف والجبيل تابعة للسعودية، وحدثت هذه المعاهدة عند بلدة دارين في جزيرة تاروت المقابلة لميناء القطيف على ساحل الخليج العربي، ولذلك سميت بمعاهدة دارين أو معاهدة القطيف. هذه المعاهدة ألغيت بتوقيع معاهدة جدة في عام 1927 ميلادية. أراد الملك عبد العزيز أن يكلف ابنه الأمير فيصل للقيام برحلة إلى بريطانيا لتهنئة ملكها جورج الخامس وحضور احتفالات الانتصار بعد الحرب العالمية الأولى ونقاش بعض الأمور السياسية. وقد رافق الأمير أحمد بن ثنيان الأمير فيصل في هذه الرحلة، وانطلقا بعدها للمرور على باقي الدول والمدن الأوروبية في سنة 1337 للهجرة. ففي هذه الرحلة برزت أبرز ملامح التوهج السياسي والدبلوماسي لدى الأمير أحمد بن ثنيان حينما قدموا إلى بريطانيا، وفي لندن في قصر باكنغهام قدموا التبريكات إلى ملك بريطانيا جورج الخامس، وكان ذلك بعد احتفالات الحرب العالمية الأولى. وقد كلف الأمير أحمد بن ثنيان لبحث بعض الأمور السياسية المتعلقة بالحدود والعلاقات بين الحكام في شبه الجزيرة العربية، وقد كان الأمير أحمد بن ثنيان مرافقا للأمير فيصل بن عبد العزيز في جميع مهامه وما يدور في الجلسات، كما زار الوفد السعودي الذي ذهب إلى أوروبا الكثير من المعالم الموجودة في لندن، ولم تقتصر على بريطانيا فقط بل توجه إلى باريس وإلى غيرها من الدول الأوروبية.